عاود عاود ما نسمعوكش. عندي الراجل حادق كيعاوني. درنا بعدا مطيشه اللي باقي ما صورتيهاش. ها هي شنو غنصوبوا؟ انا اكله العدس. العدس العدس العدس. ها هو والله تفاجئتيني فيك. ياه حادق والله حادق. انا بغيت نتفوبر عليك بهذا ياك العشيه. ايوا عشيه صراحه من يدك كتكون بنينه. واخا انا ماشي نحكش البصله هكا حق الله تاع طريفاش العدس. والله شنو تاع طريفاش دور دابا الجناب هكا الجناب غريب كي البصله كاجو البصله واخا سير على الله. كان ديال البصله هذا صافي ليش. اه ماشي ماشي صافي ساليتي شد دير عاوتاني. انا نوريك اش غندير. جبدي لي العدس غنديرو زيت العود شويه غير غنهببو بها. شوري انا نهببو بها شويه شويه. اه ياكي زيت الروميه. لا زيت الروميه نديرو شويه. لا بلاش بلاش. اه درت شويه ديال الزيت. ما بغيتش نكثر اسامي. انا ما بغيت نكثر. صافي. دي زيت المائدة. اصلا الزيت ما خاصناش نكثروا منه بزاف. نديروا هذه. شويه ديال الخرقوم. ضروري. هانتوما شويه ديال الخرقوم. شويه شويه الشاومه شويه شويه بلاتي خلويه. ها انتوما كما كتلاحظوا معايا طباخ الماهر ديال العدس في العدس واللوبيا. قطنياش صافي كترد لا شاط لكش لعيبه في المعلقه ردها للبلاصه. حيدي. اه شنو اخر؟ التحميره. تيدير التحميره. كتلاحظوا معايا التحميره تنهببو شويه بها واحد شويه. ها نتوما كما كتلاحظوا معايا التحميره ضروري منا راه واجب في التغذيه ياك. اه ياك تلون. ايوا المهم واجب. صافي لوح شنو اخر؟ اه بلا تسمح لي واحد دقيقة. اه انا نعطيك هاك هادي. هذا كما كتلاحظوا معايا باش نديرو منا شوية. شنو هو هذا سكين جبن مخلط مع البزار؟ مع البزار وي سي سا. كما كتلاحظوا معايا حتى شي طبخ الرويحة ما نعاودش ليكم عليها. باغي الزربة. شنو اخر؟ الكمون. الكمون راه ضروري الكمون شوية منو. ها انتوما كما كتلاحظوا معايا اش درت واحد المقادير يعني. وانت راه عرفتي غير ليلة يلا شي غزال قول لي انت راه الطريقة اللي غنديرها أنايا بوحدة. شنو دابا كنديرو؟ كنورة. كاينة كنورة؟ كاينة الفوق. جبدي هادي كنورة وحكاكة ديما حكاكة كعلم علم حكاكة غدير بيديك تغطاك تفرتشة. دابا اش كغدير؟ غندير ليها بحال هاهي جات تفرتشت. شوف شوف تامات البنة صافي. كاعش حنا نديرو ميشال ما عندكمش هكاك غديرو بحال هكا. شتي مزيان. في الاخر تدير هكا كلشي من هكا. دابا شنو اخر؟ غنشدو التوم. التوم شحال من تومة؟ نديرو جوج دريسات ولا دريسة. نديرو دريسة دريسة نديرو هذا. الله يلاه. شنو اخر؟ كتلاحظوا معايا التومه تنحكوها حتى هي تعطي واحد البنه زوينه. التومه اصلا صحيه بزاف بزاف. عندك التومه وبصله كيحمقوها
صافا واحد الطريف صغير واش نلوحو بحالك. دابا غنخلطو الله يلا راك حالك شحال هكاك تنطيب حتى اللوبيا صافي وبصارة تبارك الله عليك من اليوم نبقى نصورك البيض ومطيشة ما غديرش الربيع ما عندكش معاه هو ما عندوش مع الربيع الربيع داكشي خليه بوحد ما عندوش دابا غنحطو هادشي بلاصتو مزيان هكا غنديرو الملحة كنا غنساو شي نسيتي انا ما غنساش ماستر شاف انا ما غنساش كما كتلاحظوا معايا الملح زويونه وطريه وخفيف ما كتلش الملحه نسدو الكوكوش بين ما يتقلى هادشي هذا مزيان هاو من بعد غنغسلو العدس دابا غنشدو غنستقطرو العدس حيت غسلناه وغنمشيو غنكبوه في فين غنكبوه في الكوكوش يتسقطر مزيان هلا هكا الاخوان ونشدو ونديرو بيدي كدا شي كيجي يولي نقي صافي راه طبخ شدو ما عمركم تحطو تنوصيكم الاخوان واحد الوصايه ما عمركم تحطو الطنجره فحال هكا على فما ديما تقلبوها فحال هكا هادي نصيحه من عند خوكم عاشر تناخدو معلقه ولا ما ناخدوش معلقه ناخدو هادي بحال 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 سي صافي انا تنديرو بحال هكا اللي كنكبو هادشي هذا بحال هكا ما بغيتيش خليتي حبه شنو نديرو ليها صافي غنكبو عليه شويه الماء بين ما نخلطو هاد المطيشه والبصله واللعيبات دابا غنخلطو ضروري ضروري تبارك الله عليك سي عتيق مرة ضروري صافي وآخر حاجة غنديروها اللي غتشديني دابا فيها آخر حاجة غنشدو الطنجرة وغنحطو غنشدو غنديرو الصفارة وتسنى ملي نتشم ريحة العدس حل عليها صفارة ضروري تسناونا واحد ساعة الله أعلم بحال هكا كتكون طابش رويحة رويحة اخوان وحق الله يجي جا زوين بلا ما نهضر انا كليت هضري سامي هضري انا كليت ولكن خايفه من الحرقه
كتعرفوا المراه ملي كتكون حامله الحرقه بزاف معليش يكون عارفين والله تجا بنين اقسم بالله تجا واعر وانا عجب ناكل عجبني حاد قول غيبقى طيبه دابا عاوتاني غير طيب اللوبيا نطيب لكم اللوبيا نطيب لكم بيض ومطيشه صافي بيض ومطيشه والمريقه الطاجين في الكوكوت لعيباش اللي سالي اللي سالي دابا دار الوحده ديال الليل واللي صعاب راه صعاب هذا الليل هادي وهي الوحده الليل شنو عندك لا زعما تعطلنا في العشاء هو تعطلنا هو تشطيها قالك هو باغي العدس يطيب العدس صافي دات لي خاطرو شها قالك واصلا عنده مع العدس عزيز عليه العدس بزاف بنين المقادير راه باينين زعما هو ما كيعرفوش العدس اسهل حاجه هو العدس نص معلقه نص معلقه نص معلقه نص معلقه ديال التوابل التوابل والملحه لعلك ترضى زويته تقيوتي راه باين ثومه بصيله مطيشه داكشي ديرو على الديبار وي والزيت المقاطع والله يجي يطلع ناضي بالله وذوق اسام كليت نخيف على الحرقه والله تا كليت قبيله وشتتني الحرقه بزاف دابا عاد شربت شربت الحليب ناض ناض دابا بخير ماشي شكلي الطبسيل لا خلاصه ديال الهضره دعمونا في لي لايك زيد نهضر مع الناس شويه زيد او نهضر مع الناس شويه لي لايك ودي في الاخرين ابوني ابوني ابوناو باش يوصلكم اي حاجه جديده ان شاء الله كملوا الفيديو اصلا اذا كملتوا راه تكملوا الفيديو راه باينه تفرشوا ان شاء الله هي ما تزربش ما تزربش ما تزربش الغطا خليني الفيديو بشويه بشويه يلا تهلاو في راسكم الله يحن عليكم الله يسهل عليكم وكنبوسو عليكم كاملين وقاري قاري صافي ناس يلا بسلام.